تي عامين وربعة شهور دابا. مشيت نولد قاسوا لي نبوله، منين رجعت عندهم قال لي ما واحد يضربني الواحد، حتى واحد ما عاوني. ونمشي مشيت درت جمعوا لي عير الناس، درت العمليه الاولى ما نجحت ليش، درتها في بني ملال. درت معايا واحد السيده الساعه كالتني كان ما دارت لي معايا والو. السيده واش في الجمعيه ولا لا؟ في الجمعيه حقوق الانسان. صافي جمعت انت داتني القهوه، داتني الطبيب قالت كتعطيني الفلوس، مشيت داتني ديال العمومي والاول تا صافي ساسني، دات لي الفلوس كامله، كتقول لي راك ورقه من خرجها من هنا تقول لي عطيني 2000 ريال. تعقب ثاني تهز ثاني ورقه اخرى قالك ديال التحاليل تقول لي 2000 ريال ونعطيها للطبيب باش يخرجها لقد غير ما يتعطلش. عقب ثاني قالت لي الطبيب ثاني راه طالب 30000 اللي بغا يدير لك العمليه. عقب ثاني قالت لي دار البناج ثاني راه بغا ثاني 30000 باش عطيتي هادشي؟ عطيتها هادشي. عقب صافي منين كملت صافي عرفتني ما بقى عندي حتى حاجه صافي دوزني الكنيني. نرت معايا طيح الما دارتو معايا وعاونوني غير الناس في الاخر داتك المسحه ام خرد قرصني الكنينك سلف ثاني عاونوني الناس ثاني درت ثاني 100000 ودروك تنعاني بليك واش باكي في النهار ما عنديش كون الراجل خدام ما يضرنيش الحال ولي الراجل ما عديش ما عدوش باكي يدير لي كوش في النهار خاصني باكي يدير لي كوش في النهار فتنعاني ماشي ما تنعانيش راه ما تشوفي انت الحاله تشوف توريك ماشي دارت العمل قال له ما نجحت ليش ما نجحت ليش العمل قال له ودروك جريت تعيت ما كاين حتى حاجه هاني مشيت ثاني قال لي الكنيني قال لي تحط لي 5 مليون ما جريت تعيت ما كاين حتى حاجه قال لي صافي خاصك تحط لي 5 مليون تنوضي العمليه ناجحه لك ما كانش 5 مليون ما كاين حتى حاجه والنمس راه والله الا 27 نهار 27 راه الله صافي راه العيالات راه شافت راه المراه حضرت معايا تنضرب طاور طاور على راسي ولا تجي دير الحريق بزاف تنتعدى ماشي ما نتعدىش راه العاده باش ندوز منه وصافي راه الناس حاضرين ورا كلشي تيشوف راه لا با يعاونوني المحسنين الله يخليهم وليداتهم والله يحمل الوالدين. وهاد السيده راه حدانا وكنشوفوها كتالم وكتعذب وداكشي ولكن ما لقيناش ليها حنا الجد ودابا كنطلبوا من المحسنين الا كاينه شي وجوه كريمه اللي دير مع هاد السيده هاد الخير وتفكها من هاد ليكوش اللي راه كتعاني منهم بزاف كاع حتى لاقصى درجه ما بقاش كتقدر تمشي للافراح ولا تمشي للاحزان ولا عند بناتها ولا عند ما بقاش تقدر تمشي بهذا الاحراج ديال هاد ليكوش ودابا الا كاينين شي محسنين وكيسمعوا في هاد السيده يتعاونوا مع هاد السيده راه محتاجه المساعده يتعاونوا معها لان حنا الجيران ديولا كلشي فوق راه ما لقيناش ليه الجهد وبغينا الناس المحسنين خوتنا المغاربه اللي في ارض الوطن وخارج ارض الوطن كيشوفوا في هاد السيده راه مالمه بزاف وكتصبر مسكينه وما قادراش باش وما لاقياش الجهد لهاد الحاله ديالها راه ليكوش بزاف راه ضعقوها لاقصى درجه بزاف ودابا كنطلبوا من المحسنين الا كيشوفوا في هاد السيده يشوفوا من حالها ويشوفوا من حال دوك البنيات باش تدير كنطلبوا الله ونطلبوا المحسنين يتساعدوا معاها ويعاونوها راه محتاجه المساعده بزاف كاع عاد ماشي عند البنيات صغارات عند البنيات صغارات وعندها هذا والراجل غير مره خدام مره لا على قد الحال والحاله انتو كتشوفوا فيها وغير دار الكراق. السلام عليكم اختي ناديه تنشكركم على المبادره ديالكم وعلى الاعمال ديالكم الطيبه. المهم هاد السيده هادي تتعاني بزاف من جهه المرض ديالها وخطا طبي ما كاينش اللي يديها فيها تمشي هنايا للسبيطار تيلوحوها من محل لمحل تمشي بني ملال ما كاين والو وتنطالبوا من السلطات تفتح تحقيق وتنطالبوا من المحسنين يدخلوا يعاونوا هاد السيده هادي دير هاد العمليه وتوقف مسكينه على رجلاتها وتمشي حياه طبيعيه. حنا تنتاسفوا حنا تنتاسفوا ليها بزاف ما صنا جد حنا دراوش حنا دراوش بزاف حنا ما صناش ليها جد مسكينه عايشه ديما ليكوش مصاريف غلات بزاف غلات المصاريف اختي بزاف في هاد البلاد هادي وتنطالبوا بالنيابه العامه تفتح تحقيق في هاد الجمعيه هادي كاين شهود اكيد اختي ناديه كاين شهود وتنطالبوا بالنيابه العامه تفتح تحقيق في هاد السيده هادي اللي كلاو ليها رزقها وداو ليها مالها والناس غتعاونوها مسكينه وشوف الحاله فين عايشه لما لا ضو واش كي دايره الانسان لا حول ولا قوه الا بالله وتنشكركم اختي